ليه بنعمل ريسيرش؟ والحقيقة في ناس كتيرة الأسباب اختلفت، وأنا مضطر لكده. أنا جاي بس يعني قالوا لي أعمل دكتوراه، قالوا لي أعمل ماجستير، أو أنت السلك الأكاديمي بتاعك موديك غصبا عنك. فالحقيقة ده سؤال مهم جدا علشان تبقى عارف أنت بتعمل الكلام ده ليه، ولما هتبقى عارفه هتحس بقيمته، أو لو حسيت بقيمته هتبقى سعيد بيه أكتر. الحقيقة يعني أنا برضو مش عايز ياخدني الكلام وأنسى أنه أنا دلوقتي يعني في موقف غريب شوية. أنا قدامي أستاذ دكتور محمد الأغوري، أستاذي ووالدي، فطبعا دي ليها رهبة يعني. والحقيقة يعني بصراحة ممكن تعتبروا أن المحاضرة دي سبب غير مباشر فيها دكتور محمد. الحقيقة ما قلتلوش موضوع قبل كده، بس هو اللي زرع فيا الحقيقة حب العلم والريسيرش. وحكي لكم حكاية سريعة خالص. أنا من 15 سنة كنت معيد صغنون كده لطيف، وعملت خلصت الماسترز بتاعتي الحمد لله، كان بسرعة وكانت توبيك كويسة جدا، وعملت فيها شغل الحمد لله كان كويس قوي. فدكتور محمد قال لي أنت في شغلك ده لازم تعمل منه جورنال بيبرز. قلت له يعني ايه جورنال بيبر؟ الثقافة دي من 15 سنة ما كانتش موجودة عندنا خالص، وما كانتش زي دلوقتي، هي بريكوزيت لك علشان اصلا تقدر تناقش. زمان ما كانتش للأسف بالمنظر ده في مصر، لكن كان بره كده. الحقيقة خلصت وكان التوبيك فعلا بتاعي كان كويس جدا ومحترم جدا. فدكتور محمد طب بس معلش يا دكتور يعني خلينا بس هخلص الثيسز، خلينا نركز في الثيسز، بعد كده ان شاء الله لا حلال. وطك ورحت سافرت على بره عشان اعمل الدكتوراه. اول ما رحت بره اكتشفت الحقيقه المره، اكتشفت اهميه البحث العلمي، وازاي ان هو بيقيمني على البحث بتاعي، وازاي ان انا باخد اووردز وباخد حاجات كتيره بتفرقني عن غيري بس علشان البحث العلمي. طب لو انا مش هسافر بره ولا هعمل حاجه خلاص، لا، الحقيقه تبدا تحس بقيمه الحاجه اللي انت بتعملها، وان انت بتكلم كوميونتي علميه بتديك اكسبوجر. الحقيقه الثيسز بتاعتي هي عباره عن ايه؟ الثيسز هي عباره عن حاجه احنا بنحاول نقفلها عشان نمتحن فيها وتتحط على الرف. والحقيقه مين اللي بيقراها؟ نادرا ما هتلاقي ناس كتيره وراك هتقراها. لكن الحقيقه بقى هتحصل انه البيبر دي مفيش حد في العالم كله انترستد في الشغل بتاعك مش هيقرا البيبر بتاعك. ده معناه ايه؟ معناه انه بالعكس الرساله بتاعتك والفكره بتاعتك والشغل بتاعك ممكن يوصل للعالم كله. وزي ما انت بتقعد تقول بقى وقال بعض العلماء، وتحس ان الموضوع البيبرز اللي انت بتقراها دي مش عارف فلان الفلاني، انت بتقرا اسمه وبالنسبه لك يعني ده ايه؟ عالم كبير. ممكن العالم ده يبقى واحد زيك بالظبط في حته ثانيه بالظبط. الفرق ان هو عادي اجتهد وعمل، وعمل شغل يقبل ان هو يتنشر فاتنشر. والشغل ده ممكن يكون فيه اخطاء، ممكن يكون فيه اخطاء، فكلام مش منزل خالص. وانت في نفس المنصه بتاعته بالظبط. الجمال في الريسيرش والجمال في البيبرز ان انت فعلا دي تديك فرصه ان انت الكلام اللي انت بتعمله ممكن يعمل حاجه، وممكن يعمل فرق، وممكن يخش في اكواد بره. انا شخصيا في ابحاث كتيره من اللي بعملها دلوقتي بشتغل عليها جامد وكده، وبحاول اطلع منها ايكويشنز. الايكويشنز دي ببقى بستهدف بيها ان اتمنى ان يا رب تخش في الكود الامريكي. احنا مش قليلين، عادي انا اقدر، ما انا بعمل حاجه كويسه وممكن انها يتم الايه؟ يتم الاستفاده منها. ف يا ريت تتعاملوا مع البحث والرساله بشكل مختلف. كان برضو الفوكس بتاع الدكاتره بتاعتي بره كان انت مالك مركز قوي على الثيسز ان انت عايز تخلصها وكده، لا، بيبرز، هي الحياه بيبرز. ففي كونفرنس بيبرز، اروح احضر مؤتمرات واقابل ناس واقابل كبار الاسماء المشهوره جدا في كل حاجه. وعلى فكره مش شرط ان انت تقابل الشخص ده لازم تكون بتروح كونفرنس بره. انا شخصيا قابلت ناس قويه جدا جدا في كونفرنس هنا في مصر، في كذا كونفرنس في مصر. فالاكسبوجر العلمي الدنيا بقت قريه صغيره،
وبالعكس انت ممكن يبقى ليك انفلونس كبير. فياريت دايما تبقى حاطط انه ما تستقلش باللي انت بتعمله ولا تستقل بالبحث العلمي اللي انت بتعمله. البحث بتاعي اللي انا عملته اشتغلت فيه وخرجت منه 2 جورنال بيبرز لما لقيت الموضوع كريتيكال ومهم وهيفرق في الكارير بتاعي هناك. قلت لا خليني بقى احترم نفسي كده وعرفت قيمه الحاجه دي. قعدت مسكت الثيسس بتاعتي لخصت اول جزء منها لقيت انها ممكن فعلا تتقسم 2 جورنال بيبرز بالظبط. قعدت عليها اسبوع حولت الكلام ده لجورنال بيبر عكس اللي الناس بتعمله بره. الناس بتعمله بره لا احنا بنشتغل جورنال بيبر ونخلص وتتنشر بعد كده اعمل ايه بعد كده يعني كده كده الكلام ده ممكن تقعد تملاه في الثيسس بنخلصه خلاص بقت عندك الدوكيمنت الجميله اللي تحتفظ بيها لكن معاك كذا دوكيمنت عالميه الناس كلها بتقراها وبتعمل لها سايتيشن. فخلصت الاولانيه بعتها في جورنال محترمه جدا ثين وول ستراكشرز واتوافق عليها بعد مثلا حوالي شهرين تقريبا من غير كومنتس خالص. فمتخيلين قوه البحث اللي احنا كنا عاملينه هنا في عين شمس كان شكله ازاي. حاجه محترمه جدا جدا. ده شجعني قلت طب ما في جزء تاني في الشغل بتاعي طب ما اعمل فيه شويه شغل. عملته كان شغل ايه مش 100% كده فبرضه كان الريفيو عليه حلو قوي بس قالوا لي لا اشتغل عليها بس لو تزود معادله او حاجه. اشتغلت اسبوع كمان زياده ان انا بحاول اطلع معادله من الشغل بتاعي والحمد لله عملت حاجه كويسه وبعتها وبرضه الحمد لله اتقبلت في نفس الجورنال. فاللي انا قصدي عليه انه الجورنال الانترناشنال مش حاجه مستحيله ولا حاجه اللي هي لا صعبه المنال ومستحيله وزي ما ناس كتيره بتبقى حاسه بيها خلاص. فانت ممكن يبقى لك تاثير وشغلك ممكن يفيد ناس كتيره جدا في العالم وممكن ناس تاخده بعد كده تبني عليه بعد كده تنتقد فيه حاجات وتبني عليه. هو ده اللي احنا اتكلمنا عليه في المحاضره اللي فاتت موضوع السايتيشنز والريفرنس. ففي يوم من الايام انت هتبقى ريفرنس لغيرك. هل الكلام ده منطقي ولا طيب محاضره النهارده هي الحقيقه متقسمه لجزئين. الجزء الاولاني هو اللي هنتكلم فيه عن الانجليش رايتنج فور ساينتفك بيبرز. والحقيقه زي ما انا قلت لكم كده المقدمه بتاعتي انا مركز اكتر على الجورنال بيبر مش مركز على الثيسس بتاعتي هعملها ازاي. الثيسس سهله وهنتكلم عليها واحنا بنتكلم على في المحاضرات الثانيه بتاعه الوورد والباوربوينت وازاي تعمل ماسترنج للايه للكتابه بتاعتك. الجزء الاولاني من المحاضره طويل شويه انا هحاول اختصره بشكل كويس معاكم عشان تبقوا يعني مستمتعين بيه. والجزء الثاني هو الجزء الممتع بقى الحقيقه اللي انتم محتاجينه جدا جدا اللي هو البرزنتيشن والبرزنتيشن سكيلز وايه اللي انا المفروض اعمله واعمل ايه امتى وفي كل نوع برزنتيشن مين الاودينس اللي قدامي وهعمل ايه في السيمينار الاولاني وهعمل ايه في الديفنس. هل ده زي ده؟ هل البرزنتيشن هنا هتبقى زي هنا؟ لا مختلفين خالص عن بعض. فحاجات كتيره جدا هنتكلم عليها فيعني ايه ستي تيوند يعني. طيب الحقيقه احنا هنبعت لكم اللينك في على الايميل ده جوجل درايف عليه المحاضرات وعليه فولدر فيه ريسورسز كتيره برضو انا مجمعها لكم ان شاء الله تكون مفيده بالنسبه لكم. وده الكيو ار كود بتاعها لو عايزين تصوروه اتفضلوا بحيث انك ايه تقدر تخش عليها على طول. دي الريفرنسز بتاعتنا بتاعت الليكتشر واهمهم هي الدوكيمنت الاولانيه. دي دوكيمنت جميله جدا 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 وانا حاططها في الفولدر بتاع الريفرنسز. هي دوكيمنت من سبرينجر زي ما دكتور محمد اتكلم عليها المره اللي فاتت. سبرينجر الجميل فيها ان انت تبع الاي كي بي تقدر تنزل من عليها بيبرز وتقدر تنزل كتب. فده من الكتيبات الصغيره الجميله قوي اللي هي انجلش رايتنج فور ريسيرش بيبر. الحقيقه يعني حاولت ان انا ايه الخص الموضوع
في سيكونس لطيف خلال المحاضرات دي. يبقى الايم بتاع البرزنتيشن دي هو ان احنا اول حاجه نفهم بس الستركشر بتاع الساينتفك بيبر، ويبقى عندنا جايد نقدر نرجع له في اي وقت للفريكوينتلي يوزد فريزز. الحقيقه دي من الحاجات اللي بتبقى عوائق كبيره جدا عندنا في الريسيرش. انت يبقى عندك الفكره، طب انا هبدا امتى، هبدا ازاي، هكتب ايه. الشباب معايا وانا عارفيني كويس، اكتب حاجه، هات لي حاجه المره الجايه، طب هات انترودكشن، طيب طب لو سمحت ليتريتشر، طب اي حاجه، مفيش، طب اكتب ايه، طب ازاي، طب مش عارف ايه. وفي الاخر بننقش وناخد كوبي، والناس عارفه وبتاخد كوبي من حاجات تانية، والكلام ده الحقيقه مش كويس، ودايما بيعرضك لان انت تبقى سبجكت للبلاجيريزم. البلاجيريزم هو ان انت تاخد شغل حد بنفس لفظه وتنسبه لنفسك، او من غير ما تنسبه لنفسك انت بتقوله خلاص، فده ممنوع وده فضيحة عالمية. وفي المجال العلمي بتاعنا اي فضيحة هي فضيحة كبيرة، هتبقى الأزقة فيك طول عمرك. فليه تحط نفسك في الموقف ده؟ لا بالعكس، انت يبقى عندك بنك كبيرة، بنك من الكلمات والفريزز والحاجات المختلفة اللي انت تقدر تستخدمها. والحقيقة انت ممكن تبني البنك لنفسك اكتر، كل ما انت تقرأ ريسيرش اكتر او تقرأ في الليتريتشر، كل ما انت ممكن ايه ده الجملة دي عجباني قوي، الراجل قال الحتة دي كويس قوي، خدها زودها للبنك بتاعك، بحيث ان انت يبقى عندك الجمل الانتقالية. الجمل الانتقالية دي ما بنتكلمش ان انت هتبقى شكسبير، لان انت مش هينفع تبقى شكسبير، ولو كنت شكسبير مش هتعرف تكتب بيبر حلو خالص. شكسبير ليه الانجليش بتاعه الثياتريكال قوي اللي هو بتاع الليتريتشر، لكن احنا مش القصه دي خالص، احنا كلام علمي. فالكلام العلمي ليه اصوله وليه الطريقه اللي لازم يتكتب بيها. هل ان انت علشان مش عارف الكلام ده معناه ان انت عندك مشكله؟ لا، الحقيقه انت ما عندكش مشكله فيك انت كانجليش، انت الحقيقه مش عارف حتى تقول الكلام ده بالعربي. انا شخصيا ببقى في بعض الحاجات انا ممكن اقولها كده او ممكن اقولها كده، المشكله في الاصل مش ان انت مش عارف الانجليش بتاعها، لا المشكله في الاصل انت مش عارف انت عايز تقول ايه. وحتى لو قلت لك طب لو سمحت قولها بالعربي، مش عارف حتى تقول جمله شكلها كويس. فالجمل الكتيره المنتقاه اللي هنا اللي هنعدي عليها بسرعه والسلايدز هتبقى معاكم، الهدف منها ان انت بقى معاك بنك كبير ايه من اقول ايه، واقدر انقل الجمل ازاي، واكتب حاجه شكلها حلو جدا، بدل ما تبقى بتعذب السوبرفايزر بتاعك في المراجعه، يشوف انجلش وحش جدا، يشوف حاجه مش مفهومه، افكارك مش منظمه. كل ده اللي احنا عايزين ايه نحاول نركز عليه. فبالتالي انا بدي ديسكليمر علشان انا ما ينفعش اكون بقول في البارت الثاني من المحاضره ان اصول البرزنتيشن الصح ان تكون كذا وخالفها، وهوريكم المخالفه هتيجي فين. خلاص طيب، والهدف الرئيسي فيها انها تستخدم ان شاء الله للايه فيوتشر ريفرنس بالنسبه لكم، تبقى معاكم سلايدز. انا في الابستراكت انا ممكن اخد الجمله دي، مش هاخدها، مش هنقشها، مش هعملها كوبي اند بيست، لا استلهم من الجمله دي. طيب ايه الكومبوننتس بتاعه الريسيرش بيبر؟ اول حاجه طبعا في التايتل والافيليشن بتاعك، في الابستراكت اللي هو الملخص، نومنكليتشر اللي هي النوتيشنز بتاعتك كلها اللي هي الرموز اللي مستخدمه كلها في الشغل بتاعك، الانترودكشن، بعد كده الليتريتشر ريفيو من الحاجه المهمه الكبيره جدا، اوبجكتيفز. والاوبجكتيفز ده مش قسم، مش سكشن، هي بتبقى ضمنيا جوه البيبر بتاعتك، الميثودولوجي، الاكسبيرمنت لو انت عامل اكسبيرمنت، او الريزلتس عامه بتاعتك، بعد كده الديسكشن عامه على المخرجات بتاعه البيبر كلها والنتائج، والكونكلوجنز النهائيه بتاعتك. في النهايه طبعا بالليست الريفرنسز بتاعتنا، لان احنا كلنا شغلنا في ريفرنسز، وفي النهايه يبقى في اكنولجمنت لو كان في حد انت عايز تشكره. وهنتكلم عن كل حاجه من دول. اول حاجه بالنسبه للتايتل، ده اكزامبل بسيط، التايتل بيبقى كلام علمي وعاده انت مش هتقل فيه كتير، السوبرفايزر بتاعك هو اللي هيختصره وهيظبطه بشكل كويس،
ما يزيدش عن جملتين، يبقى الكلمات فيه علمية، وتحاول تقلل فيه يعني الكلمات الصعبة أو متخليهاش فيها جرامر قوية. خلاص، ودي الجايد بتاعها طبعا هيبقى السوبرفايزر بتاعك اللي هيظبطها لك دايما بشكل كويس. بعد كده بيبقى فيه الافليشن بتاعك، وده ودي نقطة مهمة جدا عايز انبهكم لها، خاصة الناس اللي من عين شمس هنا، ان انتوا تكتبوا دي بيبر ليا. بس الحقيقة كان في مشكلة وللأسف لان الناس ما بتنبهش ليها، فكويس ناخد دي فرصة كويسة. انا كنت زمان بكتب في الافليشن بتاعي ان اكتب structural engineering department. الحقيقة اسمنا الرسمي حتى في امتحانات الدراسات العليا department of structural engineering، عين شمس department of structural engineering، مش structural engineering department. خلاص، ممكن تحسوا ايه ده هايفة قوي، ايه علاقتها؟ بس لا، حتى بعد كده لو في search engines او الحاجة دي انها تتكتب لك، احنا اسمنا الرسمي في الحاجات العلمية department of structural engineering. خلاص، في الاخر هتوصل يعني، مش هتروح عليه، لكن هيبقى في هدك تاني في الموضوع يعني. تاني حاجه الابستراكت، والابستراكت ده الحقيقه انا يعني هركز عليه شويتين ثلاثه اربعه. الابستراكت هو حاجه صغيره بنشوفها في بدايه البيبر بتاعتنا، وبتبقى من 200 ل 300 كلمه على حسب الجورنال المختص بالموضوع. هو بيديك الجايد لاينز ليك تكتبه ازاي. الحقيقه بقى هو ايه الهدف من الابستراكت؟ انا دايما بقول ان الابستراكت هو الحاجه اللي هتجذب المستمع لك او الريدر ان هو يكمل اصلا، وهيجذب حتى الاديتور زي ما دكتور محمد قال المره اللي فاتت، اللي هو بيجي له البيبر عشان يدخلها اصلا وممكن بيرفضها على طول. ايه ده الكلام تعبان، هو ما بصش على اللي جوه، بس انت كاتبه بطريقه وحشه مش هيبص. الحاجه الثانيه انه لازم يكون انترستنج قوي للناس اللي بتقرا من بره. هو انت عايز الناس تقرا الفول بيبر بتاعتك وتعمل لها سايتيشن، هيخش ازاي يقراها لو ما عجبتوش الابستراكت؟ فانا دايما بحب اقول الكلمه دي، انه الابستراكت عامل زي التريلر بتاع الافلام. التريلر بتاع الفيلم ممكن يبقى فيلم وحش جدا، بس التريلر بتاع الفيلم هو دقيقتين بس، يا نهار ابيض ده في اكشن، ده انا مستني وبتاع وخلاص محمسني جدا، واخش الاقي فيلم ده متقيل ما طلعش زي الاكسبكتيشنز بتاعتي، بس على الاقل دخلته وكملت فيه. طب ممكن يطلع الفيلم حلو اصلا بس التريلر وحش جدا، لا 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 ده مش الستايل بتاعي اصلا، مش عاجبني. في حين كل الناس يقول لك ده فيلم حلو قوي، لا ما عجبنيش، ما هو التريلر ما عجبنيش. فدي حقيقه، دي بتحصل. ان شاء الله بقى انت يكون الفيلم حلو والتريلر حلو، خلاص. فانت الفيلم حلو التريلر كويس وتخش تكمل لحد جوه، خلاص. فدي مهمه جدا، انت بتلخص حياتك كلها في 200 كلمه. السكيل بتاعتها بتكتسب مع الوقت. نصيحتي دايما لما تيجي تكتبه في شكل الاول اكتبه 500 كلمه مش مهم، وبعدين تبدا تتعلم ازاي تختصر وتشيل الحاجات اللي ملهاش لازمه، وتقرا ابستراكتس كتير علشان تتعلم ايه الاصول بتاعتها. طيب ايه الكومبوننتس اللي موجوده في الابستراكت؟ الحقيقه لازم تبقى واخد في الاعتبار ان الابستراكت اللي هيقراه حد educated but not expert او non expert، يعني مش شرط يكون حد متمرس في الحته دي كويس، بس هو يعني مهندس على الاقل هيقراها، لكن اكيد مش هكتبها بلغه ان الاطفال مثلا يفهموها. تاني حاجه ان الكي ووردز اللي بتتكتب جنب الابستراكت او بعد الابستراكت تبقى ريليفنت للريسيرش بتاعك، علشان الكي ووردز دي هي السيرش بيحصل عنه اصلا. يعني المفروض انت زي ما شفنا المحاضره اللي فاتت، انت بتكتب كلمات كذا كولد فورم سكشنز مش عارف ايه لاترال تورشنال باكلينج، اي كلمات معينه بتكتبها للبحث بتاعك، اللي لو الكي ووردز دي موجوده يبدا يعمل ليستنج للايه؟ للابحاث اللي فيها الكي ووردز دي. طبعا it should not be detailed، ما نخشش في تفاصيل قوي، حاجات ايه يعني ايه، ادي من كل بستان زهره كده وشوقه بس علشان يعرف ايه يخش يقرا. وطبعا لازم تعرف ان انت الهدف الرئيسي ان انت you are motivating the readers to read the full manuscript، انت عايز الريدرز يقروا الايه المانوسكريبت بالكامل. وعلى فكره نفس الكلام
من ناحيه تانية الببلشر عايز كده. هو في الاخر الببلشر المفروض للناس العاديه هو مش فاتح لهم الاكسس للبيبر، لكن فاتح لهم الاكسس للابستراكت. فهو مهم قوي عنده الابستراكت ده يبقى حلو قوي جذاب، علشان طب حلو قوي اشتري دوس باي عشان اشتري. فهو مهتم برضه ان الكلام ده يتكتب بنظافه ويبقى شكله كويس. طيب يبقى الابستراكت ايه المكونات بتاعته؟ اهم حاجه يكون فيها موتيفيشن ستيتمنت وستيتمنت اوف ذا بروبلم، يعني هو انا ليه اصلا بادي البحث ده؟ في مشكله في كذا كذا كذا، فدي خلتنا ان احنا نركز على البوينت الفلانيه. وبعدين الميثود اوف ابروتش، فاحنا بالتالي اضطرينا ان احنا او فكرنا ان احنا نعمل اكسبيرمنتال ستدي او نيوميريكال ستدي او اناليتيكال ستدي علشان نعمل كذا كذا كذا. بعد كده ملخص سريع خالص عن النتائج، ما انت في الاخر لازم تقول انا توصلت لحاجه، ففي كلام بسيط عن الريزلتس. بعد كده في الاخر كونكلوجنز وريكومنديشنز لطيفه لخصت الموضوع. فلازم الشخص يكون ايه ده، دول وصلوا لحاجه، ايه ده وصلوا للمعادله. انت مثلا وانت بتقرا في شغلك يا نهار ابيض، ودي كلنا اكيد الناس بدات تضحك اكيد حصل، اللي ما ضحكش يبقى لسه ما بيقراش ليتريتشر. تيجي تقرا ليتريتشر معين تلاقي يا نهار سبقني وصل حلها خلاص، وتبقى في قمه الاحباط، ده يا دكتور دي البوينت بتاعتنا بالظبط، ده عمل كل حاجه، ده اهدى بس كلنا جربنا الموضوع ده، مفيش كل حاجه، سمي كده واقراها مرتين هتلاقي ان ايه، هتكتشف اختلافات كبيره جدا في الابروتش بتاعه وغلطات وحاجات واسامبشنز هو عاملها واسامبشنز هو سايبها، حاجات كتيره جدا هتكتشفها، وهتكتشف نقاط الضعف اللي عنده ونقاط القوه اللي عنده، وهتلاقي دايما حاجه تبني عليها وتكمل. مفيش حد هو بيرفكتلي زي اللي انت عامله، فما تيأس ابدا، ده بالعكس تاخد البيبر اللي هي قريبه منك قوي دي، لا ده مرجع حلو، وده بقى اللي هيبقى ايه اللي ممكن ابني عليه الكيس ستادي بتاعتي، ولو انا بعمل فيريفيكيشن او ايا كانت الميثودولوجي اللي انا استخدمها. وبمناسبه الميثودولوجي انا قلت كلمتين، ويا ريت انا هسالكم سريعا، ايه الفرق ما بين ان انا اقول نيوميريكال اناليسز اكسبيرمنتال، طبعا واضحه ان انا بعمل اكسبيرمنت، نيوميريكال واناليتيكال، ايه الفرق اللي ما بينهم؟ انا شخصيا غلطت في دي بره في كندا وصلحوها لي. بطريقه عدديه تمام تمام. تمام، باشمهندس بيقول انه في الطريقه النيوميريكال انا بعمل بطريقه عدديه زي ايه؟ هل الفاينايت اليمنت يعتبر ايه؟ نيوميريكال. اوعى حد يقول في البرزنتيشنز، ودي بشوفها كتير عشان كده انا كنت عايز انبه ليها، لانه كتير قوي يبقى عامل فاينايت اليمنت موديل والاناليتيكال موديل بتاعنا كذا، ده مش اناليتيكال خالص. الاناليتيكال موديل هو موديل بناء رياضي، معدلات تفاضليه، اي حاجه كلوزد فورم سولوشن للمساله بتاعتك. لكن النيوميريكال اللي هي اصلا بيزد على نيوميريكال ميثود زي الفاينايت اليمنت ميثود از نيوميريكال ميثود. فدي بس نقطه مهمه عشان بتكتبوها كتير غلط في البرزنتيشنز بتاعتكم او حتى في الابحاث. طيب مهم قوي ان احنا في الاول نكتب باراجرافز كتير، نكتب حاجه كبيره في الابستراكت، بعد كده نبدا نختصر فيها شويه شويه، واهم حاجه انها تخلي الريدر يبص عليها ويبقى انترستد فيها، وانها تركز على نقاط القوه. ويا ريت ده بقى تاخده من ان انت لما هتقرا ليتريتشر كتير، اقرا كتير، المحاضره دي هتفتح عينك وانت بتقرا دلوقتي على حاجات مختلفه خالص، وان انت نفس الحاجه اللي انت قريتها انا ممكن اطلع منها، ممكن اكون علميا ما طلعتش منها النقطه اللي انا كنت متوقعها، بس لا ده الكتابه بتاعته حلوه قوي، عرضه للنتائج حلو قوي، الجرافس عارضها بشكل حلو، ده التيبلز قايل اسلوب معين جديد حلو قوي. فهتبدا تركز على السكيلز المختلفه اللي انت هتبقى محتاجها. طيب ده بقى شكل
السلايدز اللي ما اللي غلط. شكل السلايد وحش يا جماعه. ها وحشه يرفع ايده بس. لا مكسوف يعني انا بغلط عادي. حلوه. لا ليه بقى؟ مش مرتبطه ببعض. لا طب ايه تاني؟ كلام كتير. طب لو انا كنت عرضت لكم الكلام واحده واحده بانيميشن كده تبسطوا؟ اه صح نبسط. لا انا ما بتكلمش اصلا على انيميشن ولا الكلام الفارغ اللي اسمه انيميشن خالص. لا يعني حظك اكس دي. انا هقول لك اكس دي سببها هي بس انسى اكس دي خالص. شارت او دايجرام. مش شرط ان كل حاجه يبقى فيها شارت بس طبعا اي اكيد لو فيها شارتس او ميديا هتبقى احسن. انا ايه بلمس حاجات من اللي احنا هنقولها جامد قوي في النص الثاني من المحاضره. الفونت. طب الفونت ده كبير قوي او صغير قوي؟ مش عارفين تقروه خالص؟ تمام. طيب هو انا طبعا حاولت وانا شغال ان يبقى الفونت على الاقل لاصغر فونت مقبول وهو الفونت رقم 20 انه يبقى مقروء. الكلام ده لما هتيجوا تطبعوه في سلايد واضح جدا وكويس جدا وجميل قوي. خلاص ما عليهوش اي خلاف. لكن طبعا في مشكله انه الاودينس الناس الجميله اللي قاعده ورا مش عارف مركزه ولا لا بس الناس اللي قاعده ورا تعرف تقرا الكلام ده او تشوفه. فالمفروض في البرزنتيشن بتاعتك تبقى عامل حسابك على النقطه دي. الناس هتعرف تقرا الكلام ده ولا لا. زي ما انا قلت وكتبت لكم ديسكليمر واضح عشان ما حدش يقول ان انا ايه بعمل الكلام غير اللي انا بقول. الهدف من السلايدز دي اللي موجوده بالمنظر ده علشان تبقى ريفرنس ليك تشوف منها حاجات مختلفه. طيب ايه بقى اللي ممكن يتقال؟ هنركز مع بعض على المكتوب بالبولد الاسود. اول حاجه من مكونات والاكزامبلز بتاعه الجمل اللي انت محتاج تقولها في الابستراكت هي انك establishing why your topic X ايا كان X هو ايه التوبيك بتاعك is important. طبعا انا مهتم جدا ان انا اعرف الناس هو انا ليه التوبيك بتاعي اصلا important. خلاص اهميته فظيعه وعامل اي كلام كبير جدا. طيب ايه بقى الاحتماليات؟ حاجه زي كده مثلا X is increasingly becoming أو is set to become a vital factor in كذا أو X is undergoing a revolution in كذا a strikingly useful remarkable feature of كذا main fundamental أو main fundamental characteristics of كذا are كذا أو كذا is responsible for كذا أو كذا accounts for كذا. خلاص متخيلين الفكره نفسها؟ انا بس حابب علشان تبقوا فاهمين ايه اللي انا حاطه في السلايدز. كلمات وجمل كتيره تحت التصنيف ده تحت التصنيف ده ده اهو كده. فاللي هنتكلم عليه في السلايدز هم دول. مش هنستفيد قوي في الكلام اللي جوه لان الكلام اللي جوه ده معاكم خلاص ومتجمع بشكل كويس ان شاء الله. ويا رب يا رب ان شاء الله يكون مفيد بالنسبه لكم لان هيفرق معاكم بشكل كبير في الكتاب. خلاص طيب كماله ليها اكسس ذا مين برايمري ميجر كوز اوف كذا او كريتيكال بارت اوف كذا. كلمات كتيره مصطلحات انت ممكن اصلا خيالك ما يكونش جايب الكلام ده حتى بالعربي وده بيحصل لنا كلنا انك مش عارف تقول الكلمه دي او مش يعني ما عندكش التعبير العنيف ده او ما تعودتش يعني. خلاص طيب it is well known that كذا it's generally accepted that كذا common knowledge that x is كذا. التوبيك بتاعي شايفين كلمات ايه ده ما بقولش الكلام ده خالص صح مستحيل مين كان هيقول الكلام ده لوحده ما انا مش هقوله يعني. خلاص طيب توبيك تاني او جزء تاني من الحاجات اللي الجمل اللي احنا محتاجينها في الابستراكت ان انا نعمل outlining the past and present history of the study. يعني ان انا اقول الدراسات القديمه قامت بعمل كذا والدراسات الحديثه قامت بكذا يبقى في مقارنه ما بين الماضي والحاضر في الايه
في الدراسه دي. بس شايفين مكتوب بالصغير ده no direct reference to the literature، يعني ما حطش في الابستراكت قام كذا سنة كذا بكذا، ما حطش ايه literature صريح بيها، لكن اقول انه in the last century X was considered to be كذا، I was viewed to be كذا، I was seen as the most influential كذا كذا. طرق كتيرة لعرض الايه الكلام ده، جمل كتيرة جدا general استخدموها، ياريت استخدموها مش بالكوبي والبيست، عشان كده هتلاقوا البرزنتيشن مش هينفع تعمل كوبي وبيست، علشان انا مش عايز كوبي بيست، انا عايزك كلام قدامك وافيلبل لكم كلكم وموجود في كتاب وحطيت لكم الكتاب في الريسورس، لكن يشجعك على انك تعمل ايه، تبص وتجرب ايه، طب انا عايز اقول ده، طب انا بقى هجاوب من عندي بس على الكلام ده خلاص. تاني تالت حاجه stating the aim of the paper، دي مهمه جدا، هو الابستراكت اصلا يعني هو سيناريو سريع وعايز يوصلني لحاجه، طب هيوصلني لايه؟ يبقى stating the aim of the paper and its contribution، ايه الكونتريبيوشن اللي انت هتقدمه لي، حاجات كتيره جدا جمل مختلفه. بعد كده النومنكليتشر، النومنكليتشر بتبقى فقرة صغيرة كده انت بتعدي بعد ما تخلص شغلك كله، بيبقى فيها الايه، فيها الرموز، الايه هي الاريا، اي جي اريا جروس، مش عارف ايه يانجز مودولس، الكلام ده كله مترتب الفابيتيكلي، الاول الحاجات الالفابيتيكلي الانجليش، بعد كده الحاجات الجريك سيمبلز، يعني بالتالي الحاجات اللي هي ايه الجريك تترتب في الاخر.